لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خطرت البالي باللي لازم يكون هدف وفعلا كان واثمرت النتيجة المجهود الجبار لبتروني يترك مراوغة بوسري لمن بتروني هناك الان بتروني سجل قد دعوا صاحبه قدامه بتروني يطبخ الكثير بتروني ويسجل روعة بتروني يفوز مرة اخرى فعلا الكرة المقابلة ماشية الوقت الإضافي انتهى ومد الهدف الثاني لبتروني وتعديل النتيجة كانت سلسلة ضربات الجزاء هي الفاصلة بين الفريقين التصويبة الأولى والنجاح في الأخير كان حليف فريق بولونيت الجزائر اللي فاز هكذا ولأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية فاز بكأس إفريقيا للأندية البطلة في ديسمبر 76 فرحة عن الجمهور وتتويج فريق كامل قوي بقيادة المدرب القدير عبد الحميد زوك وشعب بن الشيخ قوة يضرب يسجل هدف ثاني مقابل صفر لصالح مولودية الجزائر الآن هذا يسجل رقم 10 باشتا التصويبة الثالثة 3-1 لا يسجل لا يوفق وهكذا مولودية الجزائر الآن يبدو لي وأنها ضامنة هذا باشي قائد فريق مولودية الجزائر المصورين يتلقوا صعوبة أمام الازدحام الكبير يعني نعذروهم صعوبة كبيرة باش يلتقطوا الصور الحقيقية لأبطال الجزائر من أبناء إفريقيا ليتسلموا كأسهم وشوفوا هذاك الازدحام الكبير والرائع اللي يبقى ذكرى خالدة في تاريخ الملعب الأولمبي وفي تاريخ الكرة الجزائرية.